أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. ولا ليال وحين كده جرنا دروسين رمضان يدا هذي أو بشان بركيسن ورمضان أين أو تلقلني أنه بش أوائل كيدي جوغنا وحال كان وقبل آبانيا درسيين لحاد أيا نوغا بلاوانايا درسيين لحاد وحانو كسو قادنينا في أصل الصوم وبيان وقته. صوم كان أسل كيسو سيدا او أهاجري إيا وقت كيسو إنتا او كو أكاجري هدي اللي يري هذا مركاسي بلاوغي مركاسي وحاوي صون الله فرض يلي بعد جيدا سيدا وحوي أحكام تأو صوم مري هي سيدا هاتا ما أنت ويهي أو اسكوب دلي أيان مارت يا وحك قاضنا هنا معنا وحال لجو ذا أصل الصوم مركي لي رهدو وحاجرتي مركي وحوي لأفرايو أو وحوي قرهدو أي دعدو إسلام كأول كيسي وحي هذي بعد ما صون كالفرد يلي وحا لأفور جري مركي قراه دو دعضو أيا لأفور جري سيدا هبدا أي تاي لكن أفور كاسو يا عنتداس يا عبيتان كاس بنانا شدودو وحي كوئك هذي انت غفكو كهور دايو وعجير جرتي بلاوغا صون كمركو وياي وقتي هرو او وحاوي مركاسي صونكو بلاوغا او اهاي وقتي لفرد يلاك بعدي صونكا مركي وحالاقا بلاوي جري قراح دا مركاسي وحاوي مركي وحالاقا بلاوي جري ايان ديه لهاي سيدا هاتن ويهاي فجركا ايان لقا بلاوي جري صادقا إلى الغروب ورهدو انتي كدعي سمالين تاسوال سومي جري لكن سيدا هادا اي تاي ما اي سن هين سيدا آيادا قرآن اي كسود ديجين ووحا وي إلهي سبحانه وتعالى وامد او وفد دي وقت غاس عليس ايا جري جري عليس كا جري جري وحو اهاي وحال افور جري ورهدو مركي دعضو أفر كاسو حو كأكاي إيا عنتداس إن لعنا بنانا شدادو إلا قفكو أو كهور دايو هدي مسلا بهدى مغرب أو قفكو أفرو وقت يركب بعد مركاسي أو هردو واحد دنبو أو بنانا هاي مجرين ساسي هذي. فإذا نام الشخص ولو بعد ساعة ثم استيقظ حرم عليه الطعام وشراب والنساء فعلقوا ذا قفكو هدي أو هردو ساعتك بعدي وها أهاتو ساعتك بعدي أما البرقسك بعدي وها أهاتو مركي أو أفريو قراح دي لعضي وحير كبعدي هدو هردو كبعدي أو هردو دي كسو برارو وها كحرمناي إنو وحعونو وحنعبو هوين تيسانو أطاقو أيا كحرمنا دي إلا هذا سيدان صوب مرنى صومكو وحاو كميدي هاي من الشرائع القديمة أيو كميدي هايو كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم إلينا صور هاي دروس مركا نسوب بلابينا آيات دي نكصوب بلابنى وصون أيال لإذن كفر لي علي سيدي ددك إذن كإذن كهري اللو كفر لي علي سيداس مركا وحي وافق سنة دي ولوين كأهل كتابك هايو نقهري أيا صون كودو سيداس هاي او هدي وحوي مغرب كاي افران انت اي وحوني كران وحي كو اكاد انت يسوي جيدان لكن هدي هردان كبعدي وحكا سوي كحرمنا ين
markaasa waxa wey maalintina way soo maayeen markaas saasay ku sii soconaysay sidaas oo kaleentood waqtul ifdaarka waxaa la reebi jiray wakadaa kaana yantahi waqtul ifdaar bisalaati alcishaa'i haddana waxa wey waqtul ifdaarku waxa uu ku ekaanoo wax la cuni jiray salaada cishaa intii laga gaarayo haddii salaad cisho la dukada ka bacdi wax la cuni kara ma aysan jirin marka waxaa dhacday nin la dhihi jira qays ibnu sirmata iyo rag kaleentood oo asxaabta ka mid ah ayaa ilaahay ku fududeeyey ilaahayna wuxuu waasiciyey waqtul ifdaarkii waqtigii la afuraayo qoraxdu markay dhacdo ayaa la afuraayaa sida haatan ay tahay ilaa fajarka laga gaaro sidaasaa ilaahay u waasiciyey taas marka waxaa leeyahay falilaahi almasiidu alxamdi ilaahay baa ku mahadle subxaanahu wa tacaala maxaa yeele sidaas hadda soonku ku bilowday haddii nalo ku hay lahay soonku dhibaato ayuu ahaa lahay oo haddii waxa weeye bacda almaqrib haddii qoraxdu ay dhacdo ayaan dhihi lahay qoraxdu hadday dhacdo haddii la afuro oo haddii qofku marka uu afurana hadduu seexdo daqiiqad ka bacdi wax dambe uusan cuni karin wax u banaan aysan jirin haddana lacala hadduusan seexanin cishaha markii laga baxo wax kasta ay xarimnahayeen sidaas hadda haddii nala kuwadi ahay oo soonka bilowgiisu ahay soonku dhibaato ahaa lahay ilaahay waa naga fududeeyey subxaanahu wa tacaala hadda ayadoo saas ilaahay nooga fududeeyeyoo waxa weeye markii qoraxdu ay dhacdo aanu iska afurayno habeenkaasoo dhan wax layska cunaayo wax layska cabaayo haweenkii la xalilay oo la baneeyey in loo tago ilaa fajarku uu ka dhalanayo ayaa waxaa laga yaabaa dadka bacligood inay culays ay u arkaan laakiin waxa weeye dadkaas waa dad markaasi aan naftooda ka adkayn waayo haddii saas lagu haylahay waxaa meesha ka muuqata inay saba soomiba lahaynba haddana soonku waxau ahay waqtigii bilowga awaa'ilkii maaragtay soonka uu bilowday oo la farad yeelay islaamka bilowgiisii soonku waxa weeye waajib oo cala takhyiirah u ahay waajib u ahay laakiin khiyaaruu ku dhisnay laakiin markii dambo ilaahay wuxuu ka dhigay waajib cayniya sida hadda uu yahay oo markaasi waxa weeye khiyaar qofka uusan lahayn taas marka waxaa laga wadaa waajibkan markaasi cala takhyiira qofku waxa weeye isagoo fayow oon macduur ahaynin ayaa waxaa u banaaneeday inuu uu soomo amase waxa weeye oo wax iska bixiyo cunto iska bixiyo sidaas markaa labadaas midduu doorto ayuu qaadanayay laakiin markii dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala waajib oo ceyniya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay taasoo noo imaan doonta xadiiska salamata ibnu agoo noogu imaan doonaa marka hadda soonka waqtigiisa oo mashruuca waqtigan hadda aan joogno iyo waagaas laga soo bilaabo waxa weeye fajarka saadiqa laga bilaabo oo salaadu ay ku dhalanayso ilaa qoraxdu ay ka dhacdo weeye sida iyaduna noogu imaan doonta haddii ilaa caday ibnu xaatim xadiiskiisa iyo wixii markaasi kasii dambeeya noogu imaan doonta marka haddii aanu soo qaadano xadiiska bare binu caasib laga wariyey waa uu dhahay bare binu caasib kaana asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalama idaa kaana rajulu saa'iman faxadara alifdaaru fanaama qabla an yufdira lam ya'kul leylatahu walaa yowmahu xataa yumsiya bare binu caasib waxa uu dhahay asxaabta nabiga waxay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam ninku haddii waxa weeye uu soomo oo maalintaasoo dhan uu soomo afurkii la gaaro afurkii loo soo xaadiriyo weliba markaa afurka isagoon cunin haddii uu hurdo qabla alifdaar hadduu hurdo maalintaas iyo habeenkaas inuu wax cuno waa ka xarimneeday ilaa markaasi waxa weeye maalintaas dambe qoraxdeedu ay ka dhacayso iyadoo arrintaasu ay jirto ayaa ninka la yidhaaha qays ibnu sirmata maalin ayuu soonaay beer ayuu ka shaqaynaayey markii afurkii la gaaray nin shaqaynaayay oo beer ka shaqaynaayo beer falaayay waa iska daalan yahay afurkii markii la gaaro qoraxdii dhacday ayuu haweentiisu u yimiday markaasu wuxuu ku dhahay
cindaki dacaamun, wax cuntaa ma haysaa? Waa tan maanta soonaaye. Markaasay tii laa, ma haayo cunto hadda, walaakin andaliqu fa adlubu laka, waa baxayaa cuntan kuu soo raadinayaa. Wa kaana yowmahu yacmalu, maalintaasoo dhanna waa shaqaynayay oo nin beer ka shaqaynayay u ahay. Marka inta haweenti ay wixii ku maqneeday oo afurka u raadinaysay, faqalabatu caynaahu, indhihiisii ka qaalib noqday, hurdaa ku dhacday. Ilaan waxa uu ahay nin daalan ayuu ahay. Marka asagoo hurdaaya ayadana cuntada ay waddo ayay u timiday. Markaasay tiri khaybatan lakay tiri, alla kana hoogay ayay tiri. Waa maaragtay ilaa waxay waxaa sharciga markaas wuxuu yahay haddiiba la hurdo in markaas wax dambo la cuni karaysan jira asoon afurin ayaana haddana hurda ku dhacday. Marka waxma uusan cunin, markaasuu iska joogay habeenkii oo dhammo iska joogay, maalintii dambe ayuu soomay. Maalintii dambe markii kala bar waxa weeye habeen maalintii ay gaartay oo waqtiga hadda lix saac aan dhahno ama maaragtay lix saac waqtiga aan dhahno ama 12-ka meeshaas markii soo gaaray oo maalintii hore uu soonaay, habeenkaas uu qadsanaay, maalintii kale uu joogo, waa miir dabool maa la yidhi wushiya calayh. Markaasuu halkaasoo ku dhacay waa miir daboolmay. Adale waxa weeye miirkii dhamma ayaa ka tegey. Ilaan dhibaato weyn waaye mugta. Bal dadka hadda fiiri, asoo weliba haddana zaraacadiisi beertiisi ka shaqaynaaya, sidaas ayaa dadkaasu ay soonka ugu dhimanaayeen oo ilaahay waxuu ku farad yeelay, ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa u ilaalinaayeen. Annagana waxaa laga yaabaa dad xoog leh ayaa maanta wixii la anigu ma soomi kara anigu sidaasaana. Waa dad hadda qalbiga ay si ka taqsi uu ka yahay oo qalbiga ayay la'yihiin. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa arrinta loo soo sheegay. Markaasaa waxaa soo degtay uxilla lakum laylata siyaami rafasu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum antum libaasun lahunna ilaa aakhiri alaaya. Waxaa laydiin xalaaleeyey habeenka soonka inaad haweenkiina aad u tagtiin ilaa markaasi waxa weeye maaragtay dacaamka iyo kulli maaragtay saas laga dhigo. Haddii aayadda horay aad u sii akhrisa ayaad ku tegaysaa. Marka arrintaas asxaabtu aad iyo aad ugu farxeen, maxaa yeelay culays fara badan ayaa ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala, farax aad iyo aad u xoog badan ayay ku farxeen. Xaggii cuntadana isla aayadda waxaa soo degay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum lkhaydu labyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr suma atimu siyaama ila layli. Marka ilaahay subxaanahu watacaala haddana wuxuu dhahay waxna cuna waxna aba ilaa uu idiin kala caddaanayo liilinka abyalka ah iyo oo midka aswadka idinkaga caddaanayo. Waxaa laga wadaa xataa yatabayana lakum alkhayd alabyal, waxa weeye waa fajarka saadiqa oo waxa weeye maalinta ay kusoo baxayso. Khaydul aswad kuna waxa weeye habeenka ka horeeya weeye, ilaa markaasi fajarkii iyo habeenkii ay idin kala caddaanayaan. Marka fajarka markii la gaaro ayaa markaasa soonka ka bilaabanaya oo markaasi waxa weeye la soomaayo wax kasta laga soomaayay. Xadiiskaas waxaa wariyey Imaam Bukhaari, aa wariyey Abu Daa'uud, aa wariyey Nasaa'ina, waa wariyey. Marka hadda taas waxay ku caddaynaysaa cinwaanka hadda aanu soo qaadano ahay fii asli soomi wa bayaani waqtihi. Xadiiskaas dheer ayaa markaasaas noogu caddaynaya arrintaasaa jiri jirta. Marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fududeeyey, rag badan oo saxaabada ka mida ayaa ina arrintaas galay, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sababtooda ayaa ilaahay waxyigaas kusoo dejiyey. Riwaayad kaleetooda waxay aheday kaana naasu calaa ahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalama idaa sallow alcatamata xaruma calayhim idacaamu washaraabu wanisaau wasaamuu ila alqaabilati. Riwaayad kalaa waxay aheeday dadku waxay ahaayeen zeminka nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigii soonkan la farad yeelay, haddii waxa weeye cishaha ay dukadaan xaruma calayhim idacaamu washaraabu wanisaau, waxaa ka xarimnaay inay cunto cunaan, inay wax abaan, inay haweenkooda u tagaan.
وين السومايين إلى لقى جارا يهبين ككل لقى جارا يو ما لنتا صوص التقرع ذي إن أدعى هبين ككل لقى جارا يو نين أيام مركا وحود هاي مركا سنفتي سخياني مثلا بهذا وحوي وحدن كهذا الغش يا نين أيام نفتي سخيانة يا ليري معناه وحوي هوين تي سأيو تجي نين كاس وحالة شيء إنه وهاي سيدنا عمر بن الخطاب وهاي معناه وحالة جو ذا إن ذلك رجل جامع امرأته بعد صلاة العشاء نين كاس وحوي هوين تي سأيو جماعة صلاة العشاء كبعدي وقت قاسنا وحوي وقت أفر بنايه أما مارت يا هوين الله تجا يبنان تما إسنهين مركا هنداس مركا دعوي رسولك عليه الصلاة والسلام أيو أشياء غي وحونا ده أنو رسول الله مارت يا ساسا يقبصتي هنداس مركا يتمدي وحدا ما أنت هذا ولا بني إن مركا سي قرأت هذا دعوي الله قبل أبو إلى فجر كصادقة أنت اللي جاري وحكى سيني بنايهين إلهي سبحانه وتعالى يا مركز سوفو ذي مركز فجامع امرأته وغسل العشاء ولم يفدر إلهي مركز وحود دوني إنه يسر أرنت أسخده وحي باقية إلى قيام الساعة أو رخصنا الله سيوي مركز إلهي وحود هاي آيات القرآن كسورة البقرة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن إلهي وحول سبحانه وتعالى الله وحو أغادي علم إلهي قديم واي إلهي وحو صوت ظاهرية واي إلهي بناك كياني إن نفتين خياني سين ووحي الله إذن كره يا باي أتسميني سين هصي شيء إلهي باي إذن كصور نغضو الله أرنت أسواء إذن كعريي وانا إذن عفيي هده هو إنكين الله باشرة وابتقوا ما كتب الله لكم إلى عيد هذا أنسوا أخرين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود سلاسة إليه عيد هذا أمرك سودكت سلاسة أمرك وحافظ هذا سونك آدي هذا أفوض هذا وحال قول يا صحابي الجليل كأول إلى سلامة من الأقوى وهو دهي عيد هذا أنسوا أخرين إن أمرك سودكت أما عيدة وحاكجر عيدة وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين ددك مركاسي سونك وحوي اودي كرا اني صومان وحا وبنان اني سونك اسك دايان اي مالين والبقف اسك قوديان سونك بلوي ساسي هادي قفكو اسغو اودي كرا ايو وحو دورنيا لبا اريمودو كلا دورنيا انو اسك صومو اي انو مالينتي بقف مسكينا أو مركزي هل شوط أو مارتيا بدر أو اسكسيو مركز وهو دهي كان من أراد منا أن يفدر ويفتدي فعلا سلاس مركز جرتي وفكي وحوية أنك أنك مدى أو دون أي إنو اسك أفور أو انتظر اسك عنو أو في دي داس أو اسك بحيو واسميجر يولا إلى آيات دانو إكسو دكت حتى نزلت الآية التي بعد آيات دان كدميس وإلهي وحوده سبحانه وتعالى عيدة كده مثال وحوه كليه فمن شهد منكم الشهر فليصمه واتان هرأي عشد دروسين هرأي صوغ هذاني قفك إذنك إذن كمده وبش حاضرة هالصوم عيدة سامر كالنسخ ذوي وحاكرين لقوري لك اللي إرادو عدي ابن حاتم مركي سودكتي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر آيات سو مركز تأويل كيدي ومعنى هيدي وفهم واي مركز سبحان الله يقول هاي إلهي رسول كيسيو هذا أرد ساسته إلهي وليه هاي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وليه إلهي أنو وحوي بركين تيدا هاستيدا أيان لبح حريق أيان قشان أيان حريق أو عبد إيا حريق مذو أيان قران أيان هبين كي يمارين تنكا سان كوكا لسوء آيا فهم كي سبا أساس نغضي مركا لو حول هاي حرق عد إيا حرق مذو أيام باركين تهوس قشدا مركا سان فيريا وحبنا وإيكا لعداوين مركا سونو عليه الصلاة والسلام إن وسادتك العريض نغضي أذيك باركين تادو آدي أذيك ودارتاي
inamaa huwa sawaadu leyli wabayaanu nahaari uu dhahay war waxa weeye saad sameyhaysid maahane nabigu calayhi salaam si kaftama ayuu ku dhahay xarig laba xarigoo barkinta la hoos gashanaya maahane waxaa loola jeeda waxawaaye habeenka mugdigiisa iyo aftiinkiisa macnaha waxaweye habeenka mugdigiisa iyo maalinta aftiinkeeda maxaa yeele fajarku haddii uu dhasho fajarka saadiqa maalin baa soo caddaanaysa habeenka haddii waxaweye lagu jirana habeenki waa mugdi waaye sida kaloo hadda waxa weeye haddana lagu kala garanayo in markaasi waqtigul ifdaarkii la gaaray iyo in kalene waxaan soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey sayidina cumar bin lkhadaab radi allahu canhu oo nabiga uu ka wariyey rasuulku wuxuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam idaa aqbala alleylu wa adbara annahaaru wa qaabat ishamsu faqad afdara asaa'imu habeenku markuu soo qaabilo weliba meel kalaa waxay ahayday ilaa aqbala alleylu min haahuna haddii habeenku halkan ka soo qaabilo halkan ka soo jeesto nabigu calayhi isalaatu wasalaam markaas wuxuu gacanta ku taagay xagga mashriq qorax dhac waxaa la fiirinaya qoraxdu markay dhacdo mugdiga waxaa laga fiirinayaa dhanka waxa weeye qoraxdu ay ka soo baxdo waxaa laga yaabaa dadka caamada inay ka fiiriyaan meesha waxa weeye qoraxdu ay markaas u dhacdo meeshaas iftiinka qoraxda kasii muuqda la fiiri maayo dhankaas meesha qoraxdu ka soo baxda ayaa la fiirinayaa wa adbara annahaaru ayuu dhahay maalintuna ay dubur jeediso ay kusii jeesato min haahunaa meeshaan waa xagga markaasi galbeedka wa qaabat ishamsu qoraxdu ay dhacdo laabudda waayo qoraxda dhicitaankeeda in la hubsadaa waayo qoraxdii dhicitaankeeda oon la idaa taxaqaqa alquruub waayo waa ku tegi doonaahe marka la afuraayo waa mar la xaqiiqsaday inay qoraxdu dhacday laakiin qoraxdi inay dhacday in kala shaki haddii lagu jiro waa waxaweye yaqiintaa la sugaaya arrintaas haddii la helow dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam faqad afdara saa'imu kii soonay waa afuruu dhah adinkana waa inaad afurtiin weeye waxaa kaloo jiri jiray salaada subaxa markii la gaarani waqtiga habeenkii oo fajarka saadiqa cabdullaahi bin cumar xadiiskan horta aanu soo marnay waxaa wariyey usuulu lkhamsaa wariyey bukhaari muslim abi daa-uud tirmidi nasaa'i intaasaa usuulu lkhamsa la dhahaa cabdullahi bin cumar waxaa laga wariyey isagane waxa uu dhahay kaana linabiy sal allah alay wasalam mu'adinaani nabigu waxa uu lahaa jiray laba mu'adinow lahay bilaalun wabni umi maktuum alacma bilaal iyo maaragtay cabdullahi ibnu maktuum waa ninka cabas ay kusoo degtay labadaas mu'adinow lahay markaasuu nabigu dadka waxa uu ku dhahay ina bilaalan yu'adinu bileylin bilaal wuxuu aadaamaya iday habeen tahay waa aadaanka horo aadaanka horo waa aadaan salaada subaxa aadaan hore in la sameeyo aadaan dambaa loo baahan yahay waa sunnadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam fakuluu washrabii ou dhahay bilaal markuu aadaamaya iska cuna oo iska caba mu'adinkana waxaa rabaa mu'adin waqtiga ilaali karoo yaqaan inuu yahay xataa yu'adina ibnu umi maktuumin inta cabdullaahi ibnu umi maktuum ninka la yidhaha uu ka aadaanaya wixiina iska cuna iskana cabuu dhahay waxa u dhahay markaasi walam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haadaa wayarqaa haadaa maxaa u dhexeeya haddii la yidhaahdo waxba uma dhexeyn oo dhan ninna waxa weeye waa soo degaayey bilaal markuu soo dego wax yarba waxa weeye waxaa koraayay manaaradda waxaa koraayay cabdullahi ibnu maktuum wax yar inta hadda u dhexaysa axaadiista kalean uu tegi doonaa wax muddo gaabanaa u dhexaysa markaas lixdan aayadood intii laga akhriyay ayaa lagu sheegaa marka intaasaa u dhexaysay marka waxa weeye waqtiga la saxuuranaayo saxuurta iyo xuunkeeda ku tegi doonaahe iyo waqtiga markaasi salaada la dukaayo wax kale fog ma ahan halkaas marka waxa weeye waxaa noogu eg darsigeeni lixaad oo duruusteena ramadaanyada ka mid ahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi